تبدأ حياة الإنسان قبل ولادته بتسعة أشهر تقريباً كخلية ميكروسكوبية، أي كبيضة ملقحة، ويبدأ نمو هذه الخلية المخصبة في البيئة الملائمة التي يجهزها جسم الأم، فتنقسم إلى خليتين وأربع وثمان، وأخيراً إلى ملايين الخلايا، بل البليونات. ويصبح لهذه الخلايا المنحدرة من الأم ميزات جديدة، فتكون الأنسجة المختلفة وأعضاء الجسم، إذ يكون بعضها الجلد ويكون بعضها العضل، كما تكون الخلايا الأخرى الجهاز العصبي وهكذا. إذا ألقينا نظرة على مسيرة تطور الكائن البشري مذ كان نطفة إلى أن أصبح إنساناً، نلحظ كثير من التغيرات، بعضها يشمل الجانب العضوي أو التكويني للإنسان، يتمثل بحجمه وطوله ووزنه ومجمل التغيرات الجسمية، وبعضها يشمل الجانب الوظيفي أي الوظائف العقلية والاجتماعية والنفسية والانفعالية. هذه التغيرات بجانبيها العضوي والوظيفي تسمى بعمليات النمو. فالنمو هو وحدة متكاملة تتم عبر مراحل متعددة ينتقل فيها الإنسان من حالات الضعف إلى حالات القوة. دعونا نتابع. يمكن تعريف النمو بأنه التغيرات كافة التي تطرأ على الفرد من النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية والسلوكية، والتي تحدث بشكل متتابع ومتداخل ومنظم. نظراً لأهمية النمو وتعدد تأثيراته، أفرد علم النفس له فرعاً خاصاً وهو علم النفس النمو، الذي يهتم بدراسة الكائن الإنساني منذ تكوين البويضة المخصبة داخل رحم الأم ونمو الجنين في فترة الحمل، فالولادة، ثم ما بعد الولادة، رضيعاً فطفلاً فشاباً فرجلاً فكهلاً. وقد تعددت تعريفات علم النفس النمو إلى أنها تشير في معظمها إلى الدراسة العلمية للتغيرات كافة التي تحدث للكائن الحي الإنساني خلال دورة الحياة. وتنبع أهمية علم النفس النمو من أن دراسة النمو الإنساني تساعدنا على تحديد ماذا نتوقع من الفرد ومتى نتوقعه. يتأثر النمو لدى الإنسان بعوامل عدة تقسم إلى عوامل أساسية وعوامل ثانوية، وتضم العوامل الأساسية الوراثة والبيئة. والمقصود بالوراثة انتقال سمات عقلية وبدنية من الوالدين إلى الأبناء من خلال المورثات. وهذه الصفات الوراثية تشمل لون العينين ولون الجلد وفصيلة الدم وشكل الجسم والملامح، وقد تشمل أيضاً بعض الأمراض الوراثية. وتختلف الصفات الوراثية باختلاف جنس المولود ذكراً أو أنثى، فمثلاً عمى الألوان صفة تتصل بالذكور ويقل ظهورها عند الإناث. وتعمل الوراثة على المحافظة على الصفات العامة للنوع، فالإنسان لا يلد إلا إنساناً، كما تعمل الوراثة أيضاً على المحافظة على الصفات العامة لكل سلالات النوع، وبذلك يختلف سكان القطب الشمالي عن سكان خط الاستواء في الشكل واللون وغير ذلك من الصفات. أما العامل الثاني فهو البيئة، والمقصود بالعامل البيئي كل العوامل الخارجية التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الفرد منذ أن تم الإخصاب وتحددت العوامل الوراثية. ويمكن أن تكون البيئة طبيعية تتعلق باختلاف الطقس مثلاً، إذ أثبتت الدراسات أن اختلافات الطقس تسبب فروقاً واضحة بين الأطفال من حيث درجات النمو. وقد تكون البيئة اجتماعية، إذ ينشأ الطفل بين أفراد أسرته وتلعب عوامل عدة دوراً في تنشئة الطفل كالوضع الاجتماعي والاقتصادي وترتيب الطفل داخل الأسرة. وهنا يجب أن لا ننسى أن العوامل الوراثية تتفاعل مع العوامل البيئية، ويظهر ذلك واضحاً في لون البشرة، إضافة إلى الذكاء والمواهب العقلية والقدرة على التحصيل. أما بالنسبة إلى العوامل الأخرى المؤثرة في النمو فهي: أولاً الغذاء، إذ يتأثر نمو الفرد بنوع وكمية الغذاء على اعتبار أن الغذاء يزود الإنسان بالطاقة وإصلاح الخلايا التلفة
وإعادة بنائها وزيادة مناعة الجسم ضد بعض الأمراض. ثانياً، النضج والتعلم، والمقصود بالنضج النمو الطبيعي التلقائي الذي يشترك فيها الأفراد جميعاً، وهو النضج الجسدي للأعضاء والأطراف والعضلات حتى تصبح مؤهلة للقيام بمهامها الحياتية. يبدأ هذا النضج من الجهاز العصبي الذي يؤهل الطفل لاكتساب مهارة المشي واستعمال اليدين بصرف النظر عن التدريب، فالجنين لا يمكن أن يولد ويعيش ما لم يلبث في بطن الأم 7 أشهر كاملة على الأقل، والطفل لا يمكن أن يكتب ما لم تنضج عضلاته وقدراته اللازمة في الكتابة، ولا يمكن أن يمشي قبل أن ينضج جهازه الحركي. أما التعلم فالمقصود به التغير في السلوك نتيجة الخبرة المكتسبة والممارسة، والتي تتجلى على شكل مهارات أو معارف أو عادات وقيم، وتلعب التربية دوراً في هذا الصدد. فالنضج والتعلم كلاهما يؤثران معاً في عملية النمو، فالطفل لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا نضج جهازه الصوتي. كذلك حالة المريض الذي توقف نموه العصبي عند مستوى منخفض جداً، إذ لم تفلح المحفزات البيئية في دفع سلوكه إلى المستوى الطبيعي. يحدث النمو وفق مبادئ أساسية تحكمه وتساعد في معرفة اتجاهاته، وقد أشارت الدراسات إلى وجود قوانين عدة ومبادئ عامة، ومن أهمها أولاً النمو يعتمد على نضج الأجهزة العضوية، فلا بد من نضج الأجهزة العضوية لدى الفرد ولا سيما الجهاز العصبي حتى يتمكن الفرد من تعلم المهارات اللازمة لحياته. ثانياً، النمو عملية مستمرة، فهو عملية كلية متصلة دائمة منذ بدء الحمل وحتى نهاية الحياة، ولو طرأ توقف في بعض جوانبه في مرحلة ما الطول مثلاً، ولكن التطور النوعي يبقى مستمراً طوال حياة الفرد. ثالثاً، الفروق الفردية. ومع أن تتابع النمو في مظاهره المتعددة يكون واحداً لدى كل الأفراد، إلا أنهم يختلفون فيما بينهم بسرعة النمو كيفاً وكماً. رابعاً، النمو يسير في مراحل، أي أن لكل مرحلة إنمائية خصائصها وسماتها الواضحة، علماً بأن المراحل الإنمائية تتداخل فيما بينها. سرعة النمو متفاوتة في المراحل الإنمائية، فمثلاً تعد مرحلة الجنين من أسرع المراحل، ثم تبطئ بعد الولادة، ولكن تبقى سرعتها كبيرة في مرحلتي الرضاعة والطفولة المبكرة، ثم تتباطأ وتيرتها في المراحل اللاحقة. ختاماً، يمكن القول إن كلاً من العوامل الوراثية والبيئية تتفاعلان معاً ويتكامل إسهامهما في عملية النمو لدى الإنسان، وهي عملية دائمة ومستمرة، لا سيما في جانبها الوظيفي المتعلق بالقدرات المعرفية والجوانب النفسية والثقافية.